عمرها ما جت بالسهل ولا هتيجي بالسهل، الناس كلها بتسابق مش انت لوحدك. فلو مش هتقاتل فيها ما تكلمنيش في مكسب. بقول لك ايه، مفيش اصعب من وجع اللي بيحاول ينجح. اوعى تكون فاكر انك علشان تنجح هتروح تاخد كورس تبقى ناجح بكره الصبح. انت هيطلع عين اهلك، انت هتسيب في التراب. فعشان بس نبقى على الدغري وما تفرهدناش وتفرهد الناس معاك وتاخد مساحه في السوق مش بتاعتك، لو مش قد الفرهده والوجع والقرف طويل المدى خليك اعجب بست الوالده في البيت. ما تقرفش نفسك وتقرفنا معاك. انا جاي لك على الدغري. بقول لك ايه، مفيش اصعب من وجع اللي بيحاول ينجح. اوعى تكون فاكر انك علشان تنجح هتروح تاخد كورس تبقى ناجح بكره الصبح. انت هيطلع عين اهلك، انت هتسيب في التراب. فعشان بس نبقى على الدغري وما تفرهدناش وتفرهد الناس معاك وتاخد مساحه في السوق مش بتاعتك، لو مش قد الفرهده والوجع والقرف